الكوادر الطبية أو الصحية بعد الارتداء راح تكون يعني بتجبها وحدها. الطب والأطباء في العراق تقلق المرضى وتفقدهم الثقة بالعلاج، والاعتداءات عليهم تثير رعبهم وتجبرهم على مغادرة البلاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، وأهلا بكم بحصادنا الرمضاني وجلستنا الرمضانية لهذا اليوم. ينظر إلى الطبيب في العراق بأنه المتهم الأول في الحالات اللي تحدث فيها أخطاء طبية تؤدي إلى مضاعفات تسبب موت المريض في بعض الأحيان، حيث يجري ذلك ويجر إشكالات قانونية وإشكالات اجتماعية وعشائرية، تصل في بعض الأحيان إلى تهديد الطبيب بالقتل أو إجباره إلى دفع تعويضات مالية، رغم أن ظاهرة أخطاء الأطباء تنتشر في كل دول العالم، إلا أن ما يميزها بالعراق هو أنها في الكثير من الأحيان لا تحل عبر الإجراءات القانونية. بحلقتنا هذا اليوم راح نتناول هذا الموضوع بكل حيثياته، لكن بعد أن نشاهد التقرير الآتي. تعتبر مهنة الطب من أقدس المهن بأي مجتمع، وهي اللي ارتبط تعاطيها بآداب خاصة وقسم يؤدي الأطباء قبل مباشرتهم، وتختلف عن أي مهنة أخرى كون علاقة الطبيب بالمريض علاقة إنسانية وأخلاقية. وأغلى شيء يملك الإنسان بالحياة هي الصحة، فقدانها يعني فقدان الحياة. ونصت المادة 41 من قانون العقوبات العراقي على عمليات الجراحية والعلاج، وهذا يعني ان مصطلح العلاج متسع يشمل كل الاعمال الضرورية والملائمة لممارسته، يجب ان ما تخضع لاخطاء. بما ان الطبيب هو الحلقة الاضعف يحتاج الى توفير حماية من قبل الدولة، هناك اعتداءات بين فترة واخرى تستهدف الاطباء داخل المستشفيات. طبعا والتعدي على الاطباء مرفوض، كذلك تصرفات بعض الأطباء اللي لا تمت إلى شرف القسم والمهنة بصلة، وهذا الرفض يكون عبر التوعية والتنبيه لا باستخدام القوة أو غيرها من الممارسات الهمجية اللي ما تساهم إلا بإشاعة الفوضى وترسيخ جذور العنف المجتمعي أكثر. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وهاي جلسة رمضانية وحصادنا حصاد الأيام لهذه الليلة. باسمكم نرحب بضيوفنا الأكارم الدكتور جاسم العزة ونقيب الأطباء العراق، حياك الله دكتور كريم. وكذلك نرحب بالدكتور عبد الأمير المختار مستشار إصلاح في وزارة الصحة، حياك الله دكتور عبد الأمير كريما. وكذلك السيد اللواء إسماعيل القريطي مدير شرطة بغداد الرصافة، حياك الله دكتور. والدكتور عباس الحسيني الطبيب الاستشاري ومدير مستشفى سابق، حياك الله دكتور عباس. الله يحييك. دكتور الكرام صيام مقبول ان شاء الله ومساك الله بالخير. قبل ما نبدي محورنا مشاهدينا الاحبه نطرح عليكم سؤال ونستطلع ارائكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم. نسالكم، هل تعتقد ان القانون في بعض الاحيان يعفي الاطباء المخطئين من العقوبه؟ يريد تكون اجابتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقعنا الرسميه لقناه الايام. حتى قبل ختام الحلقه راح ناخذ اجاباتكم بنسبها المئويه. ابدا مع حضرتك دكتور جاسم، يعني التبعات القانونيه اللي تلجا اليها النقابه، نقابه الاطباء في حل يعني بعض القضايا اللي شخصت بانها اخطاء طبيه، وهنا اكو بعض الاحيان مسائل تتعلق بحياة المريض، يفقد المريض حياته في على سبيل هذه الأخطاء. حياك الله والسلام عليكم وعلى الزملاء الكرام في هذه الجلسة، نتمنى أن تكون مفيدة بالمستوى اللي نطمح له في سبيل إيصال الحقيقة كما هي. أولا عزيزي، من حق أي مواطن أن يشك بوجود خطأ طبي عند أي عملية طبية، هذا جزء من الحقوق العامة، بس عليه أن يسلك المسار الحقيقي للمطالبة بحقه، لا يخطأ بالمطالبة بحقه بالطرق العشوائية اللي هي تكون بعيدة عن القانون وبعيدة عن العرف وعن الأصول. من حق المواطن أن يسلك ثلاث طرق، وهاي هي الطرق اللي ماشية في كل مكان بالعالم. من حقه أن يسلك القضاء، من حقه أن يروح إلى دائرة خاصة في وزارة الصحة،
ومن حقه أن يجي إلى نقابة الأطباء للشكوى. الحقيقة أنه الخطأ الطبي هو ليس خطأ ثابت لما يأتي في ذهن الإنسان. من أنا أعتقد أنه مريضتي هاي توفت أو صار بها قدر بسبب خطأ طبي، ليس بالضرورة أنه أكون أنا صحيح، وإنما أنا أتهم أو قد يكون أعتقد بوجود الخطأ. أولا حتى نكون واضحين، ما هو تعريف الخطأ الطبي؟ الناس تصور أنه كل مضاعفات تصير في عملية أو تصير في معالجة طبية أنه هاي خلي أنا أحركها في سبيل أن قد أستفيد بكونها هي خطأ طبي وأنا راح أحصل التعويض اللازم أو الشكوى على الطبيب بل اقتصاص من الطبيب. الحقيقة الخطأ الطبي هو سير خلاف المسار الطبيعي للعملية الطبية اللي هي أنظمة، قوانين، تعليمات، معايير طبية، العناية اللازمة والاحتياطات اللازمة واستخدام الفن الطبي بأعلى مستوى من عنده وعدم تجاوز. دكتور على هذا الشيء يعني أمثل الأخطاء الطبية اللي حصلت بالفعل. نعم. تم تشخيصها. إحنا مو حتى نشرح القضية. ربما أشرح نظري ما. لا لا مو نظري. قدر ما. إذن أنا حتى أخطأ حتى أنا أعرف نفسي إنه فلان خطأان أو لا وأنا أشتكي عليه. إذا خالف القوانين، إذا خالف الأنظمة، إذا خالف التعليمات، وإذا ما أخذ الاحتياطات اللازمة، الشفاء من الله سبحانه وتعالى والعملية الطبية أو المعالجة الطبية النتائج غير مضمونة، لأن هي فقط الشفاء من الله سبحانه وتعالى. أنا المطلوب من عندي أن أستخدم العناية اللازمة من ناحية، وأنه أخذ الاحتياطات اللازمة من ناحية ثانية. وطرقت هنا حضراتكم إلى موضوع المادة 41. المادة 41 ثانيا من قانون العقوبات 101 لعام 69 النافذ تقول لا جريمة في حق استعمال الحق، والعمليات الطبية والمعالجة الطبية هي جزء من استعمال الحق. إذا من البداية هي نفع عنها الجريمة، تبقى قد يكون يصير مضاعفات وعلينا أن نفرزنها، قد يكون يصير خطأ إذا هو خالف الأنظمة والتعليمات والقوانين أو ما أخذ الاحتياطات اللازمة أو هو بالنسبة إلى ما استخدم المعايير. السيد المستشار دكتور عبد الأمير حياك الله مجددا. الله أشكر. يعني نتحدث على لسان المواطنين دائما ما يحسها أنه استمالة تخويف لما الطبيب أو المريض وقع على مسؤوليته قبل إجراء العملية، وذو المريض وقعون على مسؤوليتهم هو من هذا التوقيع هو استشعر الخطر. نعم. يبين أنه الطبيب هو راح يكون ند إلى يريد حماية نفسه على حساب إجراء العملية. وأيضا هنالك بعض الأخطاء، والله نسوا جوز بالعملية ونسوا شلفة ما أعرف شنو، بالمناسبة أنا دخل أوبريشن يعني عدة مرات ونشوف أنه مدى العناية وحسابات دقيقة، وحتى الجوز اللي يستخدمهم ينحسب حساب وبالتالي يطلع ينحسب حساب. هذه الأخطاء حصلت، والمواطن شلون توصل رسالة تطمين؟ شكرا لكم على دعوتنا إلى هذا اللقاء الكريم مع الزملاء ضيوفكم الأكارم والمشاهدين الأعزاء. موضوع حيوي ومهم جدا. الطب هو يعني المريض، العلاقة بين الطبيب والمريض والتمريضي والمؤسسة الصحية علاقة مقدسة، يجب أن تبنى على أساس مو الاحتياج وإنما على أساس الفهم. أنا ليش مختار الجراح الفلاني؟ وأنا كجراح يهمني هذا الموضوع بعد بكثرة، مشتغل جراحة أكثر من 4 عقود من الزمن في أكثر من 3 دول من ضمنها العراق. هذه العلاقة يجب أن تبنى على أساس الفهم والثقة بين المريض إلى الطبيب، وأيضا الطبيب مع المريض. يعني المريض إذا ما جاوب وياي بالتعليمات مشكلة، مو ما رح أقدر أساعده. ميداني الأول هو المريض، أنا جاي ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. عملية مقدسة شرعيا وقانونيا ومهنيا وغير ذلك. فعندما يتم هذا التفاهم، المريض محتاجني أساعده في عملية فلانية، أنا الشرف أن أقدم لها المساعدة. جزء من المساعدة أن أفهم طبيعة العملية، طبيعة المرض واحتمالات النجاح ومجالات الفشل أو المضاعفات. عندما تحدث هذه العلاقة وبموضوعية وبإعلام وإفهام للمريض، الإشكال بين المريض والطبيب حتقل، ما تنعدم، أتقل احتمالات النجاح هي الاحتمال الأعظم، وإلا ما سوى العملية سواء من ناحية العملية نفسها أو مناسبة المريض لإجراء العملية. جزء المريض يحتاج العملية لكن صحته ما تساعد أسوي العملية، مو تمام؟ فيساعدني بتقدير ذلك
الفريق الطبي ومن ضمنه بصورة خاصة المخدر اللي يقين. فعندما تتم هذه العملية يتم التوقيع على اتفاقية، هي مو المريض يذب المسؤولية على نفسه أو يتحملها، لا لا، المسؤولية متبادلة. أنا فهمت المشكلة وهو وافق على إجراء العملية على الشروط والأشياء الموضوعية اللي طرحت التي حصلت بينه وبينه شفهيا أو كتابيا، والأفضل شنو تكون مدعومة كتابيا جهد الإمكان. وعندنا هذا خلل بالعراق أنه الموافق على إجراء العملية يراد لها تحديث الوثيقة الموجودة المتداول الآن بشكل أنا شخصيا لا تغضي طموحي أبدا، وانتقدتها من كنت مدير عملية الطب، وأيضا كمستشار لم أستطع أن أتوفق بتحديثها. يجب أن بأي طريقة يجب أن تتحدث يعني بها مثلا عبارات تكون مستساغة من قبل بس المريض. عبارات إحنا عندنا الموافقة تدخل المستشفى الآن مريض طبية يعني عنده عملية جراحية أو مو عملية جراحية، يوقع على الورقة اللي هي ضمن الغلاف مال قبله. نعم. وتشوفه بالباطنة بالجراحية متشابه سواء عملية سواء عملية، وش وقت يوقعها عادة اللي قدام، ولا يحدد فيها اسم العملية الجراحية، حتى ما يحدد، مرات يحدد مرات لا. إذا داخل بوضوح من البداية إلى عملية إزالة الغدة الدرقية مثلا أو راح تنكتب، مو دائما تنكتب، بس هذه المفروض تكون أيضا يسموها informed consent، يعني المريض مو واقع مغمض، من يأخذ المسؤولية، مسؤولية أنه أمن نفسه أدى الطبيب. هذا ما لغى مسؤولية الطبيب أبدا، مسؤولية الطبيب من أول لحظة إلى أن يطلع المريض من العملية بل من المستشفى ويتشافى إن شاء الله. من يصير خطأ طبي أو لا، طبيعة العملية بها نسب نجاح لأسباب موضوعية مو لأسباب بس فنية، يعني جراح خوش جراح لو مو خوش جراح، نسبة الفشل في فلان عملية أو رجوع الكذا نسبة معينة، المفروض نسبة تكون كلش واطئة، وليش أعرض المريض للعملية مش شكل؟ المفروض هذا يعطيه خبر من أسوي العملية الدرقية أكو إحدى الإشكالات العصب الراجع يسموه ريكورنت لارنجيال نيرف، أعطيه فكرة عنه. فإذا صار تعرض هذا للضرب أثناء العملية المريض عنده اطلاع على هذا الموضوع، واجب الطبيب مو يقول أنا قلت للمريض، لا، جهد إمكانه يحافظ على هذا العصب الراجع كمثال. فهي العلاقة بنيها على أساس تفاهم وثقة بالطبيب اللي سلمت به. أنا كمريض الآن سلمت نفسي إلى جراح أثق بي، فهمت عنده، تكلمت وياه، عندنا الثقة بعد أكثر. العلاقة مو مجرد مهنية، مو مجرد وظيفة أنا راح أسويها وراح أسويها. فبالتالي تحصل أخطاء، نعم أكو مثل ما ذكرت أخطاء أو فشل يحدث في كل العمليات يثبت نجاح. ليش أكو قسم يطيبون في أحسن مؤسسات وأحسن أطباء وقسم ما يطيب؟ تمام، هاي النسبة تكون نسبة قليلة ومقبولة بالنسبة للبلد وعالميا، وهي هاي النسبة راح توقع على مواطن معين وراح يحمل كل هذه الإخفاقات لربما إلى يعني القطاع الصحي بصورة عامة. دكتور عباس، وجدت الحال بحضرتك لمدة طويلة كما أشار الدكتور عبد الأمير من أحياها، لربما عمليات الولادة اللي تشهدها المستشفى اللي حضرتك كنت تديرها شيء مفرح، يعني قبل كم من عدد كبير من الأطفال، يعني فبهاي الحالة كم نسبة الخطأ المسموح بيها واللود اللي يتحمله الطبيب في الخطارة الواحدة في اليوم الواحد؟ هل من الممكن هذه الأعباء راح تزيد من نسبة الخطأ، ومن يتحمل نسبة الخطأ بهاي الحالة؟ نعم، تحياتي لجنابكم والسادة الضيوف، وتقبل الله أعمالكم في هذا الشهر الفضيل. حقيقة احنا اليوم يعني نريد نكون احنا كأطباء والشعب اليوم حقيقة الطبيب هو ثروة وطنية، الطبيب يعني انبثق من هذا الشعب، واحنا كل حياتنا مكرسة ما بين معاناة الناس، ولو نحسب حياتنا راح نلقى انه احنا تقريبا 90% من حياتنا احنا في تماس مع معاناة الآخرين. الخطأ الطبي اللي يصير اكو كل عملية او كل اجراء طبي قد يرافقه فد خطأ معين اللي هو ليس من باب التقصير، يعني احنا من يصير معدل 80-90 ولادة باليوم الواحد، وهذا يعني احنا امكانيتنا قد لا تتجاوز 30-40 ولادة، ورغم ذلك بنشتغل ضعف الطاقة اللي موجودة في مستشفى فاطمة الزهراء، لكن لما نصير في مشكلة معينة شوف تثار هذه المشكلة ويترك النواحي الإيجابية.
اليوم يعني وزاراتنا، احنا اليوم ابناء هذه الدوله، احنا ابناء هذا البلد. اليوم احنا نبني مؤسسات مبنيه بناء رصين، مبنيه على اسس علميه حقيقه لخدمه هذا المجتمع. هذا المجتمع ما تخليه بالمواجهه مع ابنائه اللي هم الاطباء والمعلمين والمهندسين. المفروض انه صارت المواجهه، صارت عندكم حاله من هذه المواجهه تتحدث عنها؟ خطا طبي او فهم انه خطا واصبح هنالك مواجهه بين اكو جهل. اكو جهل في كثير من الامور. يعني مثلا احنا من بيتكلم عن الاستاذ عبد الامير او الاستاذ جاسم انه عمليه الموافقه على الاجراء العمليه، نعم. يعني هي عمليه جراحيه مثلا، عمليه قيصريه الولاده، يعني هذه ترافقها اكو اشياء مخفيه كثيره. قد يكون اثناء العمليه قد يصير خثره دمويه، خثره هوائيه، خثره من الماء المحيط في الطفل، او يصير هبوط من الدوره الدمويه، او المريضه اصلا هي نفسها ما تتكلم بالاشياء الصحيحه، يعني عندها مشاكل صحيه تخفيها. بالنتيجه يعني احنا الواقع الصحي مالتنا على كف عفريت، يعني الطبيب بيعاني والفريق المحيط به. طبعا الطبيب مو بحده هو اللي بيعمل بالساحه، اكو فريق طبي حقيقه انجازات عظيمه. اليوم تتحمل الحقيقه مسؤوليتها الحكومه، على راسها رئيس الحكومه، ومن ثم بعد رئيس الحكومه يتحملها وزير الصحه، ومن ثم تتدرج من الوكلاء والمدراء العامين. اليوم انا ببني نظام صحي رصين يحمي الطرفين سواسيه، الطبيب او الكادر الطبي وكذلك المواطن. المواطن اللي يدخل الى مؤسسه صحيه مرعوب، يخاف ان يبتز او يتاخر او 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 قد يجهل في كثير من الامور واشياء. لكن احنا بنبذل جهود جباره، هاي الجهود يجب ان يعرف المواطن انه احنا ابناء. اليوم ما بدخلي بالمواجهه المواطن للعشائر، شيوخ العشائر ما طالعين من الهواء ومن الفراغ. اليوم كلهم ابنائهم اطباء، ابنائهم مرضين، وكذلك بقيه الصنف الطبيه. اليوم يجب ان يلتحم الشعب مع ابنائه اللي هم الكوادر الطبيه من اجل ان نتقدم للامام. هاي المشاكل الصحيه اللي تصير، يعني احنا ولاده طبيعيه، انا شهدت حاله يعني لحد هاللحظه هذه تؤلم قلبي. بنيه شابه عمرها 17 سنه تقريبا بال 2009 8، هيك بالحدود 2008 2009، هي بكريه عمرها 17 سنه، جابت الطفل الاول، يعني بكريه الطفل الاول، جابت ولاده طبيعيه وكل شيء مبيها بعد حوالي 8 ساعات الى 10 ساعات بعد الولاده، وخلوها بالعربة النقل اهلها بيتلقوها، وطلعت ما بين صالة الولادة المخرج استعلامات الى استعلاماتنا الخارجية، يعني مسافة داخل المستشفى. قالوا هاي المرأة رأسا خلت راسها على طفلها وحضنتها بهذه جو علي للإدارة. طلعت اركض فحصت النبض مالته ماكو، اخذت الطفل بالقوة وحاولنا نسويه انعاش، لقيتها فارقة الحياة. زين، يعني هل المستشفى تتحمل مسؤولية؟ راحت للتشريح، يعني لاكو نزف، لكن توقف القلب المفاجئ. الانسان يقول له على قول امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام، الانسان كينون ضعيف جدا، يقول له تؤلمه البقه وتقتله الشرقه وتنتنه العرقه. احنا هذا الانسان اللي يتكلم ولسانه طويل قد يقف ببلعه الريق مالته يتموت، لكن مع الاسف احنا قمنا حقيقه بعد سقوط الدولة السابقة، دولة نظام صدام، بعد 2003 بدأت الناس تتحجج على المعلم وتسيء إلى مهنة التعليم والتدريس، وتتحجج على الطبيب، وهذا أبد ما مدعاة للفخر، هذا بالعكس مدعاة أنه إحنا راح نروح نحو بناء مجتمع متهري ضعيف. جد عمليات كبرى بإمكان الأطباء العراقيين يعملوها، لكن ما يقدرون يعملوها لأنه ماكو حماية له، هواجس وعدم حماية، هواجس وما يقدر يحمي. الحماية ننتقل إلى الجهات الأمنية. سيادة اللواء إسماعيل البريطي، جزاك الله خير حضرتك. هسه عندنا فرضيتين، الفرضية الأولى أنه أهل المريض يقدمون شكوى في مركز الشرطة على طبيب معين، على مستشفى معين، على مدير مستشفى بالإضافة إلى وظيفته، على وزير الصحة خلينا نفترض. وفرضية مقابلها أنه طبيب يتعرض ل التجاوز او الاعتداء من قبل اهالي او ذوي المريض وايضا يقدم شكوى، كيف تتعامل القوات الامنيه مع هكذا شكاوى؟ نعم، تحياتي لك ولضيوفك الكرام استاذ احمد. احنا حقيقه الاعتداءات حاليا يعني نادره، يعني كل سنه اللي قبلها تكون اقل. الحمايه اللي موجوده حاليا في الدوائر الصحيه وخاصه في المستشفيات، حماية من مديرية المشاة، مديرية الاف بي اس اللي موجودة، وبالإضافة إن بالفترة الأخيرة احنا خلينا مفارس خاصة من الشرطة المحلية في كل مستشفى،
الاعتداءات اللي يصير طبعا انت تدري هو الاعتداء بمضمونه يعني يكون من شخص غير واعي. اكثر الحالات اللي يصير عندنا طبعا بين فتره واخرى متباعده تلاحظ انه الاشخاص اللي يقومون بالاعتداء على الكادر الطبي هم تلقاهم يا اما شباب صغار يعني او قليل وعي، فتشوف تلاحظ انه ما يجهل القانون. احنا طبعا نبادر كقوات أمنية داخل المستشفيات نلقي القبض على الشخص يعتبر بالجرم المشهود على اعتبار انه اعتدى على كادر طبي على موظف داخل دائرته. احنا ناخذ الشخص الماني اللي هو قام بالاعتداء مهما يكون عددهم طبعا الى مركز شرطة، يتم تدوين اقوال المعتدى عليه الطبيب او الكادر الصحي اللي موجود، بعض الاحيان مو طبيب ربما يكون مضمد او معاون طبيب او مضمد وهكذا، ندون اقواله نتخذ الاجراءات الابتدائيه اللي خاصه بالدعوه. طبعا هنا راح تبدا حركه اهل المعتدي، احنا نحاول نبعد الطبيب من مكان المركز كي لا يكون عليه ضغط. طبعا بعد تدوين وفاته ابتدائيا وشكوته تتحول الى محكمة التحقيق لغرض اتخاذ القرار المناسب. احنا قبل ما اتوصل للمحكمة اشوف انه قسم من الاطباء يبدي يقول اني بالنسبة لي بتنازل عن حقي. ليش يتنازل يعني؟ حالة انسانية ام انه يعني مو مساحته مساحة اشتغالاته؟ احنا كقوات امنية ما في ديون خلينا المواطن اللي هو المشتكي وحده، بس ما اعرف يعني هذا العقل الجمعي اللي هو يفكر انه خاف يهددوه، زين احنا حامينك يا طبيب واحنا نوصلك الى مركز القرار اللي هو القاضي، فبعدين انت يوصلك الى مرحله انه يصالح ويروح وتبقى الدعوه يعني تنشر، ولكن اللي يستمر بدعوته شوف اتخاذ. والله احنا اكو حالات يعني اشخاص قاموا بالاعتداء يعني ما خلوا جهه ما توسطوا بها على الطبيب، طبعا الطبيب عشائريا وغير، لان القانون قوي القوات التنفيذيه قويه. هذه حاله. الحاله الاخرى احنا ما عندنا مشكله، خلي يتنازل الطبيب، خلي يكمل دعوته ويتنازل بس كنت توصل الى المحكمه. اكو الممثل القانوني لوزاره الصحه، هذا الحق العام اللي موجود. دائما انا يعني احضر ندوات في سواء في مستشفيات او في وزاره الصحه، اوضح لهم الفكره انه قانون الاطباء 26 لسنه 2013 واضح، يعني مره طبيب حقه الشخصي يتنازل عنه، ممكن يتنازل هسه مره ضغوطات، مره هو يعني ما لاحظ اكو اعتداء واضح عليه، ولكن الممثل القانوني وزاره الصحه ممكن يستمر بالدعوه وممكن ينحكم الشخص المعتدي. تدري المادة 5 الاعتداء على الأطباء أو التهديد العشائري 3 سنوات، ويعني سجن 3 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية تتجاوز 10 ملايين. يعني خوفا من العشائر لما يسحب الدعوة له هو يقول لك أنا مركز على الجانب الإنساني وينطيهم الحق لأهالي المريض إذا فارق الحياة وكذا، يقول لك ساعة فورة وغضب. يعني أنا أعتقد شوف هم ذلك كل الموجودات هذا أيضا يؤدي إلى يعني إخلال بعملكم بصراحة. هو هذا اللي دقوا جهودكم تبقى يعني ولكن جهود ضايع يعني نوصل إلى مرحلة النادي بالجهاز يشيلون الأشخاص اللي هم يلقون القبض عليهم آنيا في المستشفى ويودوهم يعني مرات تطول الحالة فخمس ساعات هم يعني بين الطبيب وبين أهل المعتدي. إحنا نحاول نخلي الطبيب نقول له أنت بعد دون تقوالك روح بعد ما لك علاقة علينا. مرات يعني قسم من اخواتنا الاطباء يعني يجهل القانون، هو لو خليه يتنازل يثبت دعوته ويتنازل اذا كانت عليه ضغوطات او من باب انساني او يعني سبب اخر، ممثل الدعوه القانونيه مالته ممكن انه يمشي الدعوه وينحكم الشخص المعني بالاحكام القضائيه اللي موجوده. احنا انفتحت عندنا او شكلت محكمه خاصه بالاعتداء على الاطباء يعني قبل حوالي 8 أشهر حاليا في محكمه استئناف الرصافه. هذه تنظر بالاعتداءات اللي على الكادر الطبي والصحي. بعد ان تسجل الدعوه في المركز المعني، طبعا احنا مثلا صار اعتداء في منطقه معينه ضمن قطاع مسؤوليه مركز معين، تسجل الدعوه
ترسل إلى قاضي المحكمة المختصة في تلك المنطقة، بعثته حال إلى المحكمة الاختصاصية اللي هي محكمة الاعتداء على الأطباء. وعندنا كثيرين حكموا، يعني ممثل دار القانونية بقى مستمر بالدعوة مالته والحكم، وحاليا محكومين يعني منحالوا إلى دائرة الإصلاح ضمن وزارة العدل. هذا الموضوع أنه بصراحة يدعونا إلى أنه نفرض المحور المقبل للإجراءات القانونية وقانون حماية الأطباء، ولكن قبل هذا مفتاح هذا المحور خلونا نشوف ما أعد أن الزملاء في غرفة الحصاد، ويقدم أن الزميل كرار محسن بلغة الأرقام، وبعدين نكمل جلستنا الرمضانية. في كل بلدان العالم المتحضرة منها وحتى المتخلفة يشرع قانون صارم لحماية الأطباء، وفي الوقت ذاته إنزال أقصى العقوبات بحق المقصرين منهم، وذلك لتعاملهم المباشر مع أرواح المواطنين. لكن في العراق ليس هنالك أي حماية للكوادر الطبية بالرغم من وجود قانون مشرع ذلك. الاعتداءات العشائرية هي أكثر ما يجابه الكوادر الطبية، ما أدى إلى صدور قانون رقم 26 لسنة 2013، إلى أن ذلك لم يحد من الانتهاكات والاعتداءات على الكوادر الطبية. ومع ضرورة حماية الكوادر الطبية والحفاظ عليهم من الاعتداءات، فإن الرادع القانوني كان قد تسبب بحالات وفيات لدى بعض المرضى نتيجة لشعور البعض بالمسؤولية. أما الحديث عن الأخطاء الطبية التي بدأت تتزايد بشكل كبير لأنها تخلو من العقوبات القانونية رغم وقوع ضرر كبير على المريض قد يؤدي إلى فقدانه الحياة، فيما لم تكن المساءلة القانونية تأخذ دورها الكافي في متابعة الكوارث التي تتعلق بالمتاجرة بالأعضاء البشرية التي تجري في مناطق تشهد غيابا للقانون. وهنا يجد المتابعون بذلك الشأن بأن على الحكومة العراقية متابعة هذا الملف بشكل كامل واتخاذ أقصى العقوبات لحق الطبيب الذي يفعل ذلك. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وأجد ترحاب بضيوفي الأكارم، حياكم الله مجددا ضيوفنا الكرام دكتور جاسم الدامة. حضرتك لما نتحدث عن وجود قانون أريد نتحدث عن تطبيقات هذا القانون بشقيه، حماية المريض وحماية الطبيب في ذات الآن وسط حدوث بعض الأخطاء الطبية. وبالتأكيد القانون هو هدفه الأساسي هو المواطن بأي شكل من الأشكال، وتبقى الناس اللي يقدمون الخدمة للمواطن يجب أن تكون حمايتهم بمستوى معين حتى يستطيعون أن يقدموا الخدمة اللازمة. فقانون حماية الأطباء أو قانون دعم الأطباء أو قانون العقوبات أي قانون آخر هو يصب بهذا الموضوع. إحنا بالنسبة لقانون حماية الأطباء يتكون من 11 مادة. المادة الأولى هي اعتبار أي اعتداء على أي طبيب في ممارسة لمهنته سواء في عيادته أو في مستشفى أو في الطريق لهم أو في العودة من عندهم ضمن هاي الأجواء مال العمل، يعتبر اعتداء على موظف أثناء أداء الواجب. وهنا مثل ما تفضل السيد اللواء، اعتداء على موظف أثناء أداء الواجب يعني حق عام، حتى إذا أنا تنازلت فأكو حق عام يلحقه. النقطة الثانية وهاي المهمة انه لا يجوز اجراء التعقيبات القانونيه على الطبيب بما يخص عمل الفني وليس اخطاء الشخصيه الا بعد صدور قرار من اللجنه الطبيه بتخطئته. اذا احنا يجي المواطن هي المشكله هسه الموضه اللي صايره الاعلام كله اليوم، احدى القنوات بالحقيقه حتى اذا تحبون اسويها اليوم مقدمه تقرير خطا طبي قاتل. الخطا الطبي حتى تقول عليه خطا طبي هو قرار قضائي، لا يجوز أن أقول آني ولا يجوز أن أنفيه ولا يجوز لأي أحد معين أنه يشهر بي بالخطأ الطبي بدون أن يصدر قرار قاضي. وحتى لما يصدر قرار القاضي أنه يجب أنه القاضي يقول ينشر ولا يجوز النشر، لأن هو الهدف من القانون هو الردع والإصلاح في نفس الوقت. فإذا هي المادة الثانية لا يجوز إجراء التعقيبات القانونية على طبيب في عمل الفني بأي اتهام كان إلا بعد صدور قرار لجنة طبية بتخطيئته. شيء ثالث، إجراءات رادعة للأطباء في بعض الحالات، يعني في قانون حماية الأطباء هنالك حماية للمواطن أو المريض. نعم موجودة. النقطة الثالثة والمهمة، لأول مرة بتاريخ العراق أنه يصدر تجريم للعمل العشائر الخاطئ اللي هو بالاعتداء على الطبيب.
أي تعقيبات عشائرية، أي مطالبات عشائرية أيا كان نوعها، بالتلميح، بالحكي، بالتهديد، بالعطوة، ما أدري شنو، أي مطالبات عشائرية تعتبر حكم هذا القانون جريمة، هو حق عام وليس حق شخصي. حتى أنا إذا تنازلت يجب على الممثل القانوني سواء كان للوزارة أو النقابة المطالبة بهذا الحق. ويعني بحقيقة فتح عقوبات قاسية 3 سنوات، وبالتعديل راح يصير 5 و10 ملايين، مو أو 10 ملايين يناتن. هاي بالحقيقة مجمدة بالوقت الحاضر إراد لها تطبيق. إحنا بالنسبة إن حتى نقول حق المواطن محفوظ، المواطن عليه أن يعرف كيف يطالب بحقه عندما يشك بوجود خطأ. طيب. إحنا عندنا لجنة انضباط، وعندنا 15 مادة في قانون نقابة الأطباء لاسترجاع حق الانضباط في النقابة. في النقابة. وأكو قسم المسؤولية الطبية في الوزارة، والقضاء أبوابه مفتوحة، ويوميا عشرات المراسلات ما بين النقابة وبين القضاء في هذا الاتجاه، والسيد اللواء يدري به هاي الأمور. فإذا المواطن يطالب بحقه بشكل يعني بالروح العراقية الطيبة، وليس بهاي العنجهية وهذا التهديد وهذا الابتزاز. والله يوميا عشرات الأطباء، وأقولها أنا، يبتزون بصمت. البارحة واحد قدامي وإجا هو يتوسل على يتوسل بي صور، يقول لي ارجع هذا الموضوع لا تحكي بي، خلي ما أريد يشوفر لأنه عنده أخذ من عنده 12 مليون والله على شغلة هي إطلاقا ما تسوى، وهم الشغلة هي مكشوفة ومعروفة، وحتى الشخص احنا وصلنا له وصار الى تهديد ويتراجعون، بس هو قال لا عندي اخلص من عندهم لاسباب كثيره، يقول انا عندي اطفال وانا ماكو احد يحميني. هذا موضوع نعرضه للسيد اللواء، سمحتي همينه راح تتاثر. طيب. تعال انا لما اكشف من الاخرين انه انا ما خبان، كيف راح اقدر ارجع السمعه اللي راحت؟ اذا المواطن حساباته تختلف يعني عن حسابات الاخرين من المهن. اطلب من المواطن ان يتبع الاساليب الثلاثه، الطرق الثلاثه، القضاء، الوزاره، النقابه، وحقا ان شاء الله يكون محفوظ، لان احنا ولد هذا البلد، ولد هاي العشائر. طيب، تعدد الجهات دكتور عبد الامير ما تلاحظها انه لربما اسهمت في ضياع حق الطبيب؟ مره المستشفيات المراكز الصحيه على مجالس المحافظات، مره على وزاره الصحه، النقابه داخله على الخط، الجوانب الاخرى لربما حتى عشيره الطبيب نفسه تدخل على الخط وتحل بعض القضايا. هذا الجانب ما يضعف الإجراءات؟ وأيضا تعرجنا على ما تفضل به السيد اللواء من وجود الممثل القانوني وفاعليته أو عدم فاعليته في الوقوف أمام القضاء والمطالبة بحق الطبيب. سفينة إذا كثرت ملاليحة سفينة إذا كثرت ملاليحة تغرق. نعم، هنالك تعدد للجهات اللي تتدخل بالمشكلة، واحنا نتكلم عن الاخطاء والمشاكل اللي تصير. كم عمليه تصور تجرى يوميا او خلينا نقول شهريا بالعراق؟ عشرات الالاف تجرى يوميا في كل العراق، يعني مو يوميا قطعا، اسبوعيا. اوكي، المشاكل اللي تصير محدوده. بالنسبة للمريض أنا من تصير لي مشكلة، أنا كمريض أنا أتكلم، هاي مشكلتي بعد أصبحت مشكلة مهمة جدا، لكن رأسا تطلع بالإعلام وتنقل بالدنيا أو توصل للوزير أو للقضاء أو لغيره يتحدثوا بها، ولا حتى النقابة. إذا ما هو صمام الأمان لحماية المريض ودعم الطبيب لكي يقدم الخدمة المطلوبة للمريض؟ مو مشكلة مطلوبة، المفروض في كل مستشفى تجرى فيها عمليات تطبيبية نسائية باطنية أو جراحية اللي تتعرض المريض بها لمشاكل، أو الطبيب أو المؤسسة الطبية، المفروض أكو قسم للشكاوي، فتتم مراعاة والبحث في هذا الموضوع في مكانها، مو باللحظة الدقيقة، لازم أكو ضوابط، هاي موجودة بالعالم. إحنا ما يصير بالعراق الآن تطورت عدة العمليات الجراحية والمؤسسة، ولكن ما زالت طريقة تعاملنا مع الأمور مع الأسف بها بداية، بل رجعنا إلى الوراء إلى حد كبير. فبالتالي من أكو مشكلة، كثير من المشاكل من حسب التفاهم اللي أشرت إلى مسبقا بين المريض والطبيب أو الفريق الطبي من ضمن التمريض والمخدر وغير ذلك والإدارة، راح نشوف المريض راح يستوعب الخطأ اللي صار بحقه أو حق مريضه، أو قد تكون هي مضاعفات بسبب خلل كامل في جسم المريض. فبالتالي هاي الطريقة هي الطريقة الصحيحة.
وعند عدم حل المشكلة تصعد مرحلة توصل إلى المدير. ما توصل للمدير المفروض قسم الجراحة قسم جراحة أو الجراحة يعرف المشاكل اللي تخص قسمه، وهو المفروض متعين بمسؤولية وبخبرات إدارية ومواصفات معينة يساعد على حل المشاكل، مو هم كطبيب بس، جهاز إداري متكامل. فبالتالي أنا هواي داخل مشاكل من الصير تنحل بكلمتين ثلاثة وأكثر. حلت المشكلة بعد ما تصعد، وطبعا تنحل هواية مو بس يعني تصير. فهي الطريقة هي الصحيحة. من نجي نصعد إلى المرحلة الأخرى، من الذي يقرر الخطأ الطبي؟ المفروض أنا كطبيب الآن أرجع كجراح، أنا سويت 1000 عملية هاي السنة، نسبة النجاح تصور 100%؟ نادرا ما أكو 100%، ترى قد النجاح نسبي. يعني راح أحولكم على قضية أبسط. اليوم نروح نصلح السيارة، من نصلح السيارة دائما نطلع النتيجة 100%؟ مو دائما تطلع 100%، مو كل السيارات تصلح وتطلع تصير يطلع خلل. كذلك الطب فرق كلش كبير بين السيارة تصليحها وتصليح الإنسان، ولكن بعض الخلل اللي أنا مئة وتكلمت عنه أقول للمريض أنت بعمليتك قد الجراح ينفتح، قد يصير عندك التهاب، مو تمام؟ يصير ولا ما يصير؟ ظروف مرات قد ما سويت. طيب التحصيل الحاصل أصبح الخطأ، يبقى دور الممثل القانوني دكتور عبد الله. الممثل القانوني بعدين من القضية تتفاقم وتوصل إلى الحاجة إلى رأي قانوني. إحنا نشوف المشاكل اللي كانت من 10,000 عملية جراحية تطلع لنا فج، خلينا نقول 20 وحدة، هاي 20 وحدة 50 وحدة توصل للمشاور القانوني 2-3 ممكن أيضا تنحل. من الذي يحدد الخطأ؟ الفريق الطبي، مو إلا نفسه. نفسه أنا صار عندي خطأ المفروض يصير عندي اطلاع، وإذا ما يصير عندي اطلاع على خطأي هنا الإدارة دورها اللي يسموها الحوكمة الطبية. طيب كلينيكال جوفرنس، مسؤولية المستشفى قبل ما توصل مريض يجوز إنه ما يدري، شوف يا دكتور فلان أنت دا يصير عندك فشل بهاي العملية كثير، دا يصير عندك التهاب بالجرح أكثر من اللازم. طيب شنو الخل؟ هذا ضمن الفريق الطبي اللي يسموه الأوديت. خلينا نروح بالفريق الطبي دكتور عبد الله، اسمح لي حتى قسم وقت بعدالة. نتحدث هنا دكتور عباس عن الأطباء، حضرتك على تماس في عملهم ومسؤول عنهم مدير مستشفى، بالتالي ما شخص الأساتذة والسيد اللواء لأنه الطبيب في كثير من الأحيان يتنازل عن حقه، شنو الدوافع وشنو المبررات برأيك؟ أستاذ أحمد، يعني تعقيبا على كلام السيد اللواء والأساتذة، يعني اليوم أنا كمواطن مو طبيب، أنا أريد حقي من أدخل مؤسسة صحية. إحنا صار 20 سنة، هل قدرنا نخلي نظام صحي؟ هل بنينا مستشفيات بالمستوى المطلوب؟ هل خلينا بمستوى الخدمة المقدمة هي بالمستوى اللي إحنا أبسط دولة من دول الجوار؟ اليوم أنا لازم أخلي هذا المستوى اللي أتكلم عنه حتى أحمي الطبيب وأحمي المواطن. اليوم الممثل القانوني، أنا طبيب، أنا عندي دخلة يعني نساء 2 معهم رجال 2، هاي النساء دخلوا يعني تحت ذريعة أنه عندهم تجيب الإمرأة، لكن لا فوصل على بطنها. لما وصلت للباب الأول لازم تدخل فحص، اكتشفت أنه لا تقدر تفوت، فقامت تعيط صيح أنه بكتو طفلي. لما اخذناها يعني توسلت بها، بس انت يعني فحصنا 5 طبيبات وطبيبات سونار 2 و2 قابلات، ودورت افادتهم وصورت الموضوع كله تصوير، ودول الـ2 وقفوا على راسي، وقفوا على راسي يقولون احنا 50 سنة ناخذ ابننا من عندك، وهاي الامراه ما عندها رحم، عندها رحم مضمحل، ما عندها رحم يعني ما عندها رحم. وجت الاستخبارات اخذتها بعد اتصال المفتش العام، وقضيه كبرى ما حد يقبل يستلمها، يخافون مراكز الشرطه. بالنتيجة من أخذوها الممثل القانوني خاف يروح، القاضية تريد الطبيبات كلهم يجون، القاضيات الطبيبات وطبيبات السونر والقابلة كلهم يروحون، وأنا أجي أشهد بالمحكمة أنه على هذه القضية أنه هذه الأمرأة هكذا الظروف اللي صارت. وأنا قلت لها ما حد يجي إلا محكمة. أنا من وقفت باب المحكمة شفت الوجوه اللي واقفة، أهل المدعية هم ناس خارجين من الطريق، ناس خارجين من الطريق ولا عندهم ذرة أخلاق. طبيبة تروح تدخل المحكمة، إحنا ما زلنا لحد الآن. أنا اليوم تتحمل الدولة أو الحكومة المسؤولية كاملة لحماية الطبيب والمنتسبين في إطار مؤسستي. أنا يعني تركت مستشفى صار لي يعني تقريبا 6 أشهر. مجمل القضايا القضائية اللي تعرضنا لها والتهديدات والمشاكل لا تحصى، لكن إحنا القضايا اللي انحلت كثيرة
اللي تكلم عنه الاستاذ عبد الامير، كثير من القضايا ما كانت توصل للوزاره، يصير عندي الجرح ينفتح، عندي التهاب بالجرح، عندي مضاعفات عمليه، عندي كذا، كلها تنحل من اطار التسويه ونتحمل احنا المسؤوليه. كثير من يعني احنا نعرف كل الزين استاذ عبد الامير جراح انه الانفكشن مال او التهاب الجرح يصير سببه على الاغلب من المريض. احنا نشتغل بالمعدل 30 40 عمليه باليوم الواحد، بفضل الله ماكو اي مشكله، واذا تصير مشاكل هي بسيطه عابره. لكن انا اليوم راح ابقى ضمن دوامه، احنا اليوم نتمنى من هذا اللقاء، يعني انا نطلع بتوصيه انه يجب ان يكون تفعيل لمؤسساتنا الصحيه، المستشفيات الحديثه اللي لحد الان ما شافت النور، صالات العمليات الكبرى اللي عندنا كثير من مشاريعنا الموجوده بالعراق المتوقفه، اللي بحاجه الى قرار جريء من قبل السيد الوزير، من قبل رئيس الوزراء. اليوم المواطن من يدخل، انا باعتقادي من خلال خبرتي خلال هاي الخمسة عشر سنه في اداره المستشفى، ان المواطن يصاع للقوانين والانظمه سواء كانت الطبيه او القانونيه، من يجي يلقى رادع وهيبه الدوله موجوده لا ينصاع، لا ما يتجرأ ان يعلي صوته على طبيب ولا منتسب، من يلقى مكان يحترم به ويقدر سواء كان في مستشفى، في مدرسه، في مركز شرطه، في الشارع. اليوم انت بتمشي بالشارع وتشوف الشارع الفوضى اللي به في كل مجالاته، ايش تعتقد هو هذا النظام اللي احنا نسعى اليه يعني؟ فالطبيب جزء من هذه العمليه، يخشى ما يخشى يروح لمركز الشرطه ويتهدد بالشارع. يعني هذا الشرطي هو يحميني بالشارع من امشاني، يحميني بالبيت اني، كم بيت انضرب اطلاقات ناريه، الدوله من قالت الدقه العشائريه يرمى سجن ويعتبر ارهاب، ايش قد انخفضت؟ تقريبا 90%. القانون يكون هو الحاكم، القانون اليوم تفعيل القانون تحميني. نعم. وتحمي الضابط بالشارع وتحمي الضابط وتحمي كل مكان. مراسلتنا هو الشمري رصدت بعض الحالات سياده اللواء اللي تفضلوا بها الاساتذه الكرام وكذلك حالات اخرى، نتابع التقرير ونعرضه امام حضرتك حتى تعطينا وجهه النظر القانونيه. فبصراحه يتعرض الاطباء في العراق الى اعتداءات متكرره تتسبب بهجره بعضهم وتخفي الاخرين نتيجه الاخطاء الطبيه او مسائل اخرى، لكن البعض منهم بقي يمارس عمله لكن ترافق هواجس الخوف كما اشار الاطباء الضيوف. المستشفيات ايضا تعاني بنقص كبير بالمستلزمات الاساسيه، الساعات الطوال لعمل الاطباء لربما تضعف من مهاراتهم. نشوف ما عدت لنا الزميله نهى الشمري وبعدين نكمل جلستنا الرمضانيه. ملائكه الرحمه بين قضبان المحاكمه، فكثير ما تناقلت قصص لمرضى انتهت حياتهم بسيف ضمائر الاطباء. فهذه المهنة لم تكن ربحية كسائر الوظائف، إلا أن اليوم اختلفت المفاهيم بهذا الخصوص، فصار الهم الأكبر لبعض المنتمين لهذه المهنة الإنسانية هو كيف أكسب الأموال غير مكترث لأرواح المرضى. طبعا راح تتشكل لجان خاصة، لجان تتابع طبعا مقصرية الطبيب أو عدم مقصريته، نسبة الخلل أو العطل اللي صار عند المريض، أو المشاكل البدنية أو الجسدية والنفسية اللي صارت عنده، وبالتالي هذه الأمور كلها طبعا تتابع وتشكل بها لجنة خاصة. لكن كثرة الأخطاء الطبية في هذا المجال لا ينفي حق الطبيب الذي يتقن عمله، إذ صار البعض يلاقي تهديدات من قبل المريض أو ذويه لأسباب بعضها لم تكن أخطاء عن عمد أو ربما تقصير من المريض نفسه، فتعددت أصناف التهديد تارة بالعشائر وأخرى جهات تسنده، وفي قبال ذلك لا قانون يضمن حق هذا الطبيب أو محاكمة المعتدي عليه. تم اصدار هذا القانون طبعا رقم 26 سنه 2013، لكن للاسف الشديد لم يتم تفعيل هذه القوانين. طبعا وهذه ليس فقط يعني من وزاره الصحه او نقابه الاطباء، هي عباره عن منظومه كامله، الكل الى اليد بتفعيل هذا القرار وهذا القانون. فحق الطبيب والمريض يتطلب وضع قوانين وتفعيلها في وقت كثرت فيه حالات الاعتداء على الكوادر الطبية أو إزهاق الأرواح البشرية للمرضى، والغريب أن الحادثة لم تأخذ سوى أيام وتنطوي صفحتها دون متابعة الجهات المعنية. هاجس يؤرق الطبيب والمريض على حد سواء،
فالاعتداءات على الكوادر الطبية يقابلها الأخطاء التي تحصل داخل صالات العمليات في جسد المريض، إذ أصبحت أشبه بالظاهرة حين ازداد تكرارها في الوقت الحالي، وكل يطالب بتنفيذ القوانين. نهى الشمري، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وأجل ترحاب بضيوفي الأكارم في الجزء الأخير من جلستنا، نتحدث عن الحلول والمعالجات. سيادة اللواء اسماعيل القريطي، نتحدث عن ما شهد العراق من صفحة سوداء تعرض شريحة الأطباء من ضمن الشرائح التي تعرضت للاغتيال والخطف والتجاوز والانتهاكات. بالتالي شهدت هذه الشريحة هجرة إلى الخارج، وبعد استقرار الوضع الأمني لربما عادت بامتيازاتهم ويعني إعطائهم ما يستحقون من مكانة اجتماعية. بالتالي دور القوات الأمنية عندما أخذت حق الطبيب وثبتت هذه الحقوق ووفرت الحماية، كيف كان فاعلية هذه القوات بعودة الأطباء إلى ممارسة عملهم بهذه الأريحية؟ نعم أستاذ أحمد، يسمعوني الأساتذة، القانون العراقي 111 سنة 69 أقوى قانون موجود حاليا بالوطن العربي، قانون قوي وفعال. وإحنا شلون نعرف فعالية الاختصاص؟ يعني السادة الأطباء شلون تعرف فعالية اختصاص الجراحة؟ من نجاح العمليات المتكررة بشكل يومي. إحنا اليوم كمراكز شرطة، الأحكام القضائية اللي تصدر من المحاكم على المتهمين اللي إحنا لقينا القبض عليهم وتوقفوا عندنا، يعني يتجاوز 10 متهمين يصدر عليهم أحكام قضائية. نعم. ويحالون إلى وزارة العدل. هذا دليل على أن القانون موجود وفاعل وبأحكام قوية، وأكو ردة فعل للقوات التنفيذية المتمثلة بوزارة الداخلية. نعم. اللي تنفذ يوميا جميع القرارات القضائية. يعني لربما هسه المواطن او المشاهد ما يعرف ايش قد عندنا احكام يوميا. نعم. احكام مستمره، ممكن نصرح النبي احكام مستمره. يعني احنا المواد، كل المواد القانونيه اللي موجوده ضمن اختصاصنا. نعم. اللي تبدا من ال 413 مشاجره صعودا الى 406، ايش كثر يوميا عندنا احكام تصدر. نعم. من المحاكم وينحالون وتتنفذ عليهم الاحكام. هذا دليل على انه القانون قوي، القوات التنفيذيه المتمثله ب الشرطة وزارة الداخلية تنفذ القرارات بشكل سريع وفاعل. بس احنا ما كل مواطن نقول له تعال ترى احنا يوميا نلقي القبض ونودي للمحكمة والمحكمة جاية حكمة. والدليل على ذلك انت شوف ايش قد عندنا هسه محكومين في وزارة العدل، وذول مين اجوا؟ اجوا من تطبيق القانون. بس احنا فيما يخص الكادر الطبي والصحي، قلت لك يعني بعض الاحيان الطبيب يعني عنده عدم معرفة بالقانون، مرة مثل ما تفضلت انه هو يعني متردد انه يستمر بدعوته. ولا انت طبيب، اي طبيب هسه يسمعني، خل يصير عنده اي حالة مجرد يعني تهديد، ما نقول انه مشاجر وكذا، وخل انا اتبنى قضيته وشوف اذا ما احكم الشخص المعني واحميه، حتى اذا اضطرت الامور انه انا اخلي شرطة بابه. بس ماكو اليوم، ما وصلوا الى هذه المرحله. يشوف انه قلت لك الطبيب يوصل الى مرحله باب المركز هو يتراجع، نقول له طبيب يعني دكتور انت مو كمل دعوتك، خلينا يصير حد. نعم. لهؤلاء المعتدين. قال لا مو تدري انه اكو كذا وكذا. يعني هاي مو مشكله اعتبارات كثيره، احنا 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 واجبنا يوصل. نعم. الحد المركز الشرطه الى المحكمه وينتهي. نعم. لا نقدر احنا نعتدي على مواطن بدون امر قضائي. نعم. احنا نحمل الطبيب هسه طبيب، انا هذا تليفوني، يعني اقول لك 60% من الاطباء في بغداد يعرفون تليفوني، يتصل بي بثنتين الصبح، يتصل بي في اي وقت ويسمعوني يمكن في المستشفيات. انا راسا اوجه له مفرزه، بالاضافه الى المفرزه اللي موجوده بالمستشفيات التابعه للمراكز الشرطه القريبه من المستشفى المعني. يعني شوف يعني الكوادر اللي موجوده في وزاره الداخليه المنتسبين متفاعلين، ولكن هذا يعني شوف انت العقل الجمعي اللي قلت لك انه والله مو احنا شلون خاف يهددوننا عشائريا. طيب. والله احنا خاف ما ياخذوننا حقنا. انت تثبت
واطلع باكر بالاعلام قول انا مركز الشرطه ما قام بالواجب او المحكمه المعنيه ما قامت بالواجب. طيب. يا اخي هي واضحه الصوره. الدقيقتين الاخيره في البرنامج دكتور جاسم نتحدث عن العيادات الخاصه، العمل النقابي هد عبر الضوابط مالته من تخفيف حده الاصطدام بين المريض والطبيب. والله عزيزي هو الاطباء يقدمون الخدمه الواجبه عليهم في كل العراق، والا ال 40 مليون مواطن هاي صحتهم بيدبن، والمئات الالاف من العمليات اللي تصير سنويا هاي كلها خلف الكواليس، فالاطباء يقومون بالواجب. قد يبقى انهم معيار الكشفيه يعتقدوه اعلى من اللازم، حقيقه انهم معيار الكشفيه يمثل 10 معايير الكشفيه في العالم اجمع، وهاي هي الكشفيه نفسها من عام 2003 الى اليوم لا زادت فلس ولا نقصت، صعد الدولار ونزل الدولار. احنا بالحقيقه التعاون مع الجهات الامنيه على اعلى مستوى واحنا وياهم تماما. احب انه اكد هاي الحكايه، ليس هنالك تعرض للجسد البشري اذا ما يبي يصير به خلل. يعني انا مثلا فتحت البطن شلت الزائد الدوديه، بس انا سويت جرح وفي نفس الوقت التصاقات، فاذا ماكو شيء اسمه 100%. يبقى هنا الموضوع، هل انا خطأان؟ طبعا هذا الموضوع يراد لقرار قضائي. طيب. من حق المواطن ان يشك، ومن حق المواطن ان تكون ابواب النقابه مفتوحه. نعم. امامه لهذا المجال. دكتور عبد الامير، يعني لما وزاره الصحه الجانب التوعوي فيها فعال جدا، والتثقيفي والظهور الاعلامي بدليل في حلقه واحده ما شاء الله ثلاثة أطباء من اختصاصات مختلفة ومناصب مختلفة بالإضافة لسيد اللواء، الجانب التوعوي والإعلامي لربما عالج هذه المشكلة؟ أنا أعتقد بصورة عامة الجهاز الطبي ووزارة الصحة يعملون جاهدين 24 ساعة باليوم، حتى يوم الجمعة والسبت والعطل والأعياد هم يشتغلون للتوعية وتقديم الخدمات وكل ما يتعلق بها. لكن بصراحة شك كبير جداً، والرقعة صغيرة، فبالتالي التحدي كبير. القانون متلكئ، ولا أقصد تطبيق القانون ولكن قوانين متعارضة متراكمة، أكو تطبيقات لها متفاوتة داخل المؤسسة الصحية وأيضا حتى بالنسبة لرفع الوعي لدى المواطن، ويعني إظهار دور الطبيب خصوصا في جائحة كورونا. يعني هذا اشتغلوا لو ما اشتغلوا بالتأكيد الجيش الأبيض سميناه جيش أبيض، بس خلي يخطأ من يخطأ السمك كنا نعيش من الماء، ولك شلون الريحة هو السمك يكون مضموم. طيب. كذلك الطب والأطباء للأسف، ومن حق المريض لأنه الثوب الأبيض. نعم. اللي هو الطب والتمريض، ومنصيب به نقطة سوداء يصعب لبسه بعد. هذه مشكلة تستدعي طاقات وتضافر جهود من قبل المؤسسة الصحية التوعوية والإعلامية، نتبادل الأدوار ليكمل أحدنا الآخر حتى نستطيع أن نخدم هذا المريض اللي هو هدفنا الكل بإسعاده وشفائه والحفاظ على صحته. دكتور عباس، العلاقة الترابطية يعني من باب كونوا دعاة لنا صامتين، يعني الضغط النفسي والضغط الجسدي اللي يتعرض للطبيب أثناء فترات العمل، واستيعابه للمرضى، ولربما في بعض الأحيان الكثير من المرافقين صاحب الحاجة يعني ما لا يرى إلا قضاها. بالتالي هذا رباطة الجيش لربما ساهمت في إعطاء هذه الصورة الإنسانية للأطباء، مدى فاعلية هذا الموضوع برأيك؟ طبعا هذا الجانب كلش مهم. احنا أنا كمدرب محترف في وزارة الصحة من 2012 احنا ندرب الأطباء على الثقة وتبادل الثقة مع المواطن، والشجاعة وتكون كياسته عالية وكاريزما ووقفة بالطوارئ تكون وقفة قيادية من أجل أنه تنطفت فكرة المريض أنه إحنا واقفين لخدمته. اليوم الطبيب كل هذه الإرهاصات النفسية حقيقة خسرنا مئات. أستاذ جاسم يعرف في فترة الكورونا، وكورونا هي لم تنتهي، قد يكون ركدت لكن لم تنتهي، لكن بالمقابل أي تقدير للطبيب خلال هذه الفترة سواء منحه قطعة أرض اللي هي أي دولة من دول العالم اليوم حتى الموظف البسيط قطعة أرض أو امتيازات لم تكن للطبيب أو الكادر الطبي، ليس فقط الطبيب، الكادر الطبي وبقية الاختصاصات لم يكن لها بالتقدير المطلوب، لكن بقي الطبيب ثابت. خسرنا كثير من أصدقائنا، من عوائلنا، من أنفسنا، انصابينا، لكن أبد ما تخاذلنا وتركنا موقع عملنا على رغم كل المشاكل. رسالتنا للمواطن العراقي اليوم، الطبيب هو الثروة الوطنية والسلاح اللي بيدك، هو اللي خدمك، ابن بلدك اقرب لك من الخارج. اليوم احنا من خلال حكومتنا نتمنى ان تقيم بنظام صحي
ونطور بلدنا ان شاء الله نحو الافضل. ايضا في اقل من دقيقه سياده اللواء، لما كنت كقوات امنيه في حربنا ضد داعش خط الصد الاول، في جائحه كورونا الاطباء كانوا خط الصد الاول. نعم. دوركم يوم القوات الامنيه ورساله الاطمئنان لهم بان يعملوا بهذه الاريحيه. نعم، احنا ندعو جميع الكوادر الطبيه في العاصمه بغداد، اي حاله تهديد او اعتداء لا سمح الله على اي كادر طبي ممكن انه يتوجه لاقرب مركز شرطه. نعم. الرقم الساخن الخاص بي موجود او التليفون موجود في وزاره في دائره صحه الرصافه او في الوزاره. انا راح اتبنى موضوعه وانا اتوجه له، وجه له دوريات اللي تحميه واللي تاخذ له حقه من خلال القانون. بيكون البركه. سريعا نذهب لحضراتكم مشاهدي الاحبه، لما سالناكم سؤالنا الاستطلاعي هل تعتقد ان القانون في بعض الاحيان يعفي الاطباء المخطئين من العقوبه؟ كانت اجاباتكم بنسبه 40% قالوا نعم، و50% قالوا كلا، و10% تحفظوا على الاجابه. باسمكم اشكر ضيوفنا لهذه الليله، الدكتور جاسم العزاوي نقيب الاطباء في العراق، شكرا جزيلا لك دكتور جاسم، حياك الله. ودكتور عبد الامير المختار مستشار اسبق في وزاره الصحه، حياك الله عبد الامير. والسيد اللواء اسماعيل القريط مدير شرطه بغداد الرصافه، شكرا جزيلا لك سياده اللواء. وعلى هذه الوقوف بجانب الاطباء ايضا شكرا جزيلا لكم مره اخرى. والدكتور عباس الحسيني طبيب استشاري ومدير مستشفى سابق، شكرا جزيلا لك دكتور. ضيوف الكرام شكرا جزيلا لحضراتكم، ومشاهدي الاحبه دمتم سالمين معافين باذن الله، في امان الله.